أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين. أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم. قال تالله إن كدت لتردين. ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين. إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. tvqur'an.com